خطك الاساسي حطه سنه كام؟ يبقى انا كده، انا كده ده قوام منتخب مصر. المرحله الثالثه. المرحله الثالثه. ثالثه. ده بعد البناء. بعد البناء. اه. ليه؟ لان بدور، انا لما بدور بدور على 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 على, على القوه الجسمانيه. اه. بدور على السرعه. وخلي بالك هنا السرعه، انا جاي بعد القوه الجسمانيه السرعه. لان افريقيا النهارده سرعه. ما ينفعش اجيب نجم. هو بطيء، ما ينفعش، هيجرني وراه متعب. فانا قصدك، انا قصدي انا بطلع عصاره افريقيا، عصاره دلوقتي افريقيا. ولو هتجيب لعيب اللي هو عنده الحته بتاعت الحته الحلوه بتاعت الكره، يبقى لعيب ولا اتنين يعني، اللي هو هتحطهم مثلا كصانع لعب. انما القوام الاساسي انت بتبقى بنيه صحيح على القوه والسرعه. بتكلم على الاسس. اه. اللي بقى كده هيفك اكيد. صحيح. ما هو خلي بالك كل ده هيبقى اللي هتلاقيه، كله هتلاقيه، ما انا هشوف 2020. وفي نفس الوقت ابراهيم، اي لعيب مواليد 2001 في نادي وما تشافش يتصل بيها فرع عشان اشوفه. ده حق مصر، ده حق وطني عليا ان انا اشوفه واتعب. انا بدل قبلت هما هتعب ولازم اتعب. هو الشغل مش تعب، لازم اتعب ولازم الف مهما كان عشان الصح، عشان اعمل الصح. واخد بالك يا ابراهيم؟ اللي اقصده ان الموضوع لازم تيجي بعد السرعه القوه. يعني القوه بعد السرعه. واخد بالك؟ والفنيات اكيد، فانا ليا شغل والمعد نفسه له شغل، عشان احنا بنصنع هيئه لاعب. المعد البدني طبعا. له 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 صناعه وله وقت. واخد بالك؟ لحد ما تلاقي لعيب دولي. عشان تلاقي لعيب دولي مش انا مش هتلاقي، لا انا في مراحل مقسمها كويس قوي. انت هتعذب الجهاز المعاون معاك يا كابتن ربيع. لازم تعذبه، مش هيشتغلوا ما يناموا، وانا اديلهم 5 سنين نايمين. هشام قال لي انا عارف، قلت له انت 5 سنين سابك يا هشام. هو كان مع حضرتك؟ كان معايا. فقال لي انا، قلت له يا هشام، قال لي بس لا، هو بص منتهى اللذه انك تتعب.